عند الإشارة تكون الساعة 7 صباحا. وهنا رباط إذاعة المملكة المغربية. أهلا وسهلا بالجميع، كنتمنى أنكم تكونوا بصحة جيدة. كما قلت لكم في الحلقة السابقة، مرة كنشرب بعض الفيديوهات حتى لا تتوقف القناة، وأكيد أنكم كنوا على يقين بأننا غادي نرجع لكم، لا أنا ولا الأستاذ ديالنا السي محمد محلل القناة الجريدة المغربية. إلى حينه غادي نخليكم مع هذا الفيديو الشيق. هو أولا تتويج الوليد ديالنا بطبيعة الحال اللاعب المغربي سفيان رحيمي بجائزة قيمة بطبيعة الحال، ويستاهل لأن اجتهد، واللي كيجتهد أنه كيوصل والحمد لله. زيد على ذلك غادي نخليكم واحد الفيديو بكائيات الإعلام المصري، لا زالت مستمرة لأن مرضاوش، من حقهم بطبيعة الحال بأنهم ينهزموا أمام المنتخب الوطني المغربي الأولمبي بستة أهداف مقابل صفر. إذن نخليكم مع هذه اللحظة، هذه لحظة تتويج اللاعب ديال المرموق سفيان رحيمي بجائزة قيمة، وغادي نخليكم مع الإعلام المصري اللي كيحاول أنه يركز ما هي الأسباب التي أدت إلى انهزام المنتخب المصري الأولمبي أمام نظيره المغربي. وكنقول مبروك الوليدة ديالنا بهد التتويج والحصول على الميدالية البرونزية. المنتخب المصري سينهزم أمام المغرب بست أهداف لصفر. نخليكم مع هذه الفيديوهات الآن مع جائزة مهمة جدا، وأعتقد هنا مهمة بالتأكيد بالنسبة للاعب، لأنه هذا اللي يبين مدى جماهيريته وحب الناس له. الجائزة جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور. سننتقل الآن لاختيار الجماهير، اختياراتكم ورشحتوا مين. هذه الجماهير حسمت هذه الجائزة باختيارها، والمرشحون هم مثل ما احنا شايفين على الشاشة فابيو دي ليما وإسماعيل مطر. فابيو دي ليما لاعب فريق الوصل، إسماعيل مطر لاعب فريق الوحدة، وسفيان رحيمي لاعب فريق العين. مين حبت الناس أكثر وشافته هو البطل، بطل الموسم ويستحق هذه الجائزة؟ الفائز هو سفيان رحيمي لاعب فريق العين. يتسلم الجائزة عبد الله محمد خوري السيد عبد الله، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، ممثلا عن اللاعب. سفير دورينا في آسيا، سفير دورينا في الأولمبياد، يستحق هذا الاحتفاء من جماهير دورينا بكل تأكيد. ستة صفر هزيمة قدام المنتخب المغربي، قبلها كان مشوار عظيم جدا للمنتخب، ثم خاتمة أنا شايف أنها لا يستحقها هؤلاء الشباب. يعني أنا شايف أنهم يستحقوا ختام أفضل من كده، لأن هم اللي عملوه كان شيء عظيم. يعني عملوا إيه؟ أنهم وصلوا لحد وصلوا النتائج جيدة. أيوة، ولكن المستويات في الملعب ما كانش بتقول انك تقدر تروح ابعد من كده، لكن كان بتعوضها بروح قتالية صحيح ورغبة عارمة في عدم الهزيمة. فكان ربنا بيكرمك، لكن الحقيقة المستويات، بس الهزيمة تقيلة. كسبت اسبانيا، لا يمكن كسبت اسبانيا حتى ولو اسبانيا بالجولين. يقول ان الهزيمه تبقى كده. كسبت اسبانيا وكنت كسبان فرنسا لحد الدقيقه الاخيره، وكنت قاب قوسين. اسبانيا يعني بالبدلاء ماشي، لكن فرنسا انت كنت ماشي كويس. ايوه كنتيجه وكستايل لعب، بس لما كم كره في العارضه من فرنسا ماشي، بس دفاعش ماشي يا ابراهيم. فرنسا في الاخر برضو ما يا حبيبي كويس امكانيات. ما هو انت لو في التوفيق بقى اللي صادف المغرب ان كل كوره تترجم جول، كنا شوفنا برضه نتائج تاني. عايز اقول ايه؟ ما نزعلش من اصعب حاجه انك تطلب من الناس ان يستمروا في اداء فوق طاقتهم بالشكل ده. يعني عشان يلعبوا على الفضه والذهب دي عمليه يعني مرعبه. بس ما كانوش يستحقوا برضه الهزيمه ست ابدا. طيب ده خليني اسالك عن ميكالي نفسه، انت شايفه ازاي من وجهه نظرك؟ احنا بقى النتيجه بتحكمك يعني في الوقت اللي الناس، طب والنبي في مناخ والراجل مدرب الاولمبي بكل ما يكسب ماتش
او يعمل حاجه حلوه. اول ماتش هاجمناه قد ايه؟ وبعدين طلعنا السما هوب هوب هوب. وبعدين ليه ما يمسكش الفريق الاول؟ وكأن الفريق الاول ملوش جهاز فني ماسكه. عيب عيب الطرح ده. انا موافقك في الطرح ده ان هو كان عيب بصراحه. راضيين مش راضيين. مسابقات المنافسات الجماعيه بتاعتنا الحزن الكبير قوي في الهاندبول وفي الكوره. والكوره خروج قاسي. لا قاسي ايه ده، انا ما اقدرش اقول النتيجه على الهوا. خروج قاسي. مش احنا، لا مش احنا، ده انت لو مين مش هتتغلب كده. ده حتى الراجل ما عندوش ذكاء لما عايز. ساعات احنا بتوع الكوره بتوع الكوره بتوع الكوره. انا ما يعني مدرب منتخب مصر راجل ستايل حلو قوي بتاع كوره، لكن انا بتكلم بتوع الكوره بتوع الكوره. احنا مثلا ما يوم مش يومنا ما نبالغش في الهجوم. هتغلب واحد واثنين طب خلاص هقللهم، لان ده بلعب باسم بلد. فلما يبقاش اليوم يومي خلاص بحذر وبقفل وبعمل كده. لكن فتح الملعب 3 4 5 6 كان ممكن تاني وتالت ورابع وسابع وثامن وتاسع. ما انت فتح الملعب وقاعد بتهاجم كانك مش واخد بالك. فطبعا المدرب يتحمل كتير قوي من النتيجه. نتيجه ماتش فرنسا بالذات بعد تقدمنا بهدف، ونتيجه ماتش المغرب. ومبروك طبعا المغرب، لكن انا اداء الناس كلها فرحانه وقعدوا يشجعوا بتاعنا كنت بستعجب. لعبنا فرق ما مش موجوده على الخريطه وكسبنا اسبانيا كان كتير منها كنا عاملين احلى ماتشاتنا. ما هو ده اللي انا بتكلم. هل المفروض ان انت ساعه تعمل ماتش حلو ولا المفروض تعمل كل ماتشاتك حلوه بنفس درجات الذكاء والتركيز كل 90 دقيقه؟ ودي مشكلتنا، درجات ذكاء وتركيز معدومه. 2 و3 و4 ما زلنا سهل قوي. حفظونا المغاربه حفظونا، ده الاوروبيين الناس كلها. اي واحد يستفزك يخرجك عن شعورك وتقعد بقى تشد في الفانيلا وتعض على اسنانك وتشد في شعرك وتتنطط قدام الحكم وتاخد انذارات وتطرد وتخسر الماتش اللي انت كسبانه. عشان كده اتكلمنا كتير قوي واستضفت لكم كتير. لازم يكون في لايف كوتش، لازم يكون في مساعد نفسي. الولاد دول مخاخهم لازم تتغير. لعيبه مميزه جدا، كلهم لعيبه مميزه وجدا، لكن المنتل درجات التركيز بتاعتهم محدوده قوي. ما تعملكش بطل. درجات التركيز بتاعتهم توصلك ان انت تفقد اي مباراه في اي وقت. وده من الحاجات اللي استعجبت عليها. احنا ازاي وده قد يكون بينعكس على العاب كتيره قوي عندنا. اروح لاستاذ زغلول، ربما وصلنا لنتكلم على ماتش المغرب. ده كان ماتش اللي هو عمل اثاره للراي العام وزعل الناس كلها. النتيجه تقيله، ما شفناش منتخبنا كده. انه دي بتبقى نتيجه تاريخيه لما تيجي تقول منتخبات اتغلبت هيبقى منهم هزيمتنا من المغرب. طبعا اكيد. وده يعني انا عايز اقول الفرق بين ان فيه مشروع ولا مشروع. يعني عايزين برضك نتفق. أيوة. نتكلم ان أيوة. فيه مشروع وفي لا مشروع. المشروع عندك تخطيط ولا لا؟ بخطط ولا لا؟ موجود تخطيط ولا مش موجود تخطيط؟ انا اقول لحضرتك اتفضل. المنتخب المغربي ما هواش نتاج فوره في بطوله وان هو يحقق بطوله ويحقق الناس، لكن منظومة. عنده منظومه طبعا. انتهت في مونديال قطر 2022 الوصول للنصف النهائي والحصول على المركز الرابع للعالم. طبعا انتهت بان منتخب عنده اولمبي بياخد البطوله وبيروح يحقق ميداليه. ففي مشروع. نعم. لما تيجي تشوف المشروع المقابل المنتخب الاولمبي المصري. نعم. لم يعد الاعداد الجيد. انا يعني اللي انا بقول من دلوقتي ان اللعيبه مجني عليها. لعيبه المنتخب الاولمبي مجني عليهم. بمعنى لانهم افتقدوا للبرنامج الاعداد. انا قبل البطوله انا لعبت اجندتين، كان عندي اجنده في شهر مارس وعندي اجنده في شهر 6. اجنده شهر مارس انا رحت لعبت ماتشات وديه مع منتخبات شباب ما هياش منتخبات اولمبيه في دوره في السعوديه. ما دورتش ان انا احط برنامج لفرق عكس المغرب. راحت اوروبا لعبت مع اوكرانيا ولعبت مع منتخبات اولمبيه مماثله اللي هي تاهلت. انت خلاص القرعه اتعملت في شهر 4 وعرفنا هنقابل مين. كان المفروض ان احنا نحط برنامج كويس. لما جت اجنده شهر يونيو رحنا لعبنا جبنا ديفوار اللي فريقها ما وصلش لنهائيات الامم الافريقيه اللي كانت ملعوبه في المغرب. نعم. جمعوا مجموعه لعيبه وقالوا ان هم دول المنتخب الاولمبي ودول لعبناه ماتش. المفروض ان انت كان عندك مثلا فرقه بتشوف البرنامج اللي عندك. ما جهزتش نفسك جيدا للاولمبياد كجهاز فني ان انت تختار الثلاثه اللي فوق السن، لان انت عندك انت متاهل من يونيو
23 او يونيو 23 اتأهلت للبطولة. فكان عندك وقت سنة كاملة سنة تفكر في اللعيبة، تفكر في اللعيبة اللي تجيبها، تتفق مع اللعيبة، تتفق مع أندية اللعيبة، تتفق مع جدول المسابقات عندك اللي هنا، ان ما ينفعش يبقى بطولة أولمبية انا اجي اقول للأهلي اديني لعيبتك والاهلي بينافس في الدوري. ما الاهلي بيدور على كيانه وبيدور على مصلحته هو كمان، زي ما انت بتدور على مصلحتك انا بدور على مصلحتي. ما تقوليش تعالى زي الانديه الاوروبيه، لان الاولمبياد بتلعب في غير الاجنده. نعم. فلما تيجي تقول اديني اللعيب بتاعي لازم اكون موفر له. يعني احنا لما سافرنا طوكيو كان عندنا لعيبه الاهلي بتلعب نهائي، بتلعب نهائي افريقيا قدام الوداد يوم 17 بتلعب في المغرب، واحنا عندنا اول ماتش 21. كان الاتفاق قبليها ومسبق مع اللاعبين ومع الكابتن الخطيب ومع مجموعه النادي الاهلي ان اللعيبه هتطلع. كان عندنا اكرم توفيق وكان عندنا طاهر محمد طاهر وكان عندنا الشناوي وكان عندنا مجموعه. فلازم من بدري بتخطط وبتكلم، بتخطط انت عشان تكتب القائمه بتاعتك. لكن انت قاعد مسلم مصطفى محمد، مصطفى محمد طب مين البديل؟ تريزيجيه طب مين البديل؟ كان لابد ان انا مرموش مرور مين يعني انا اشوف انا عندي ثغره في الدفاع. انا ليه انا في كارثه كارثه تانية يا استاذ احمد في تشكيله الفريق نفسها. لما جه عشان خاطر واحد في الدفاع اتعور نزل محمد طارق ما كانش نفس المستوى الانسجام مع لو جبت واحد كبير كان ثغره اي نادي محمد طارق كان ثغره.